كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. ريفو دو بريس. باش نبدا مع سيت الصباح نيوز تقراو. بعد شهر من الاول حريق ثاني في قطار غار الدماء. البارح القطار اللي يربط تونس العاصمة بمدينة غار الدماء وهو في طريقه وبالتحديد على مستوى محطة الشركة في مدينة جندوبة اندلع فيه حريق بين زوز عربات وهو يمشي. الحمد لله ما سجلناش خسائر بشرية أو إصابات، إلا أن الحريق هذا دخل حالة من الرعب والهلع عند الركاب. من بعد دخلت مصالح الحماية المدنية وطفات الحريق وتعطل القطار، وقعدوا المسافرين يستنوا في تدخل الشركة متاع السكك الحديدية باش توفر لهم وسائل أخرى لنقلهم لمدينة غار الدماء. المشكل في هذا الكل اللي الحادثة هذه أو الحريق هذا هو الحريق الثاني في نفس القطار في مدة تقل على شهرين. الحريق الأول كان نهار 11 جوان 2015، البارح 26 جويلية نفس القطار تصير له براتيكمون نفس الحكاية، وإلى حد الآن تقعد الأسباب مجهولة. وأسباب مجهولة زادة للأكسيدون اللي صاروا مع التران. بالحق المدة هذه شهرين التوالة هذوما لسان سيفتي اسمه شهدت برشا اكسيدونات، كلكو سواء حريق ولا اكسيدون ولا حوادث. الحق ماهمش ناويين يشوفوا حل يتحركوا، يعني مش يشوف حل. ما تخيلش مش حكايه مفتعله، يعني تخيل دي بان تكنيك ولا تخيل اي حتى اذا كان فمين. مش مفتعله فما عباد تحمل المسؤوليه، فما موكم تاع اونترتيان مش ممكن سي سور. انا قبل كنت نركب برشا في ترام ولتو نركب برشا في ترام، بالحق ناقصين الصيانه نتاعهم ماهيش مش قاعد يعملوا في اونترتيان به. تحس بالحق راكب في ترام قول راكب في برويتا. ايوا الاسطول نتاع القطارات في تونس اسطول قديم، لو شوف من عام اي من عام قداش عنده ما تجددش عنده برشا. اي سؤال حتى لو وقتاش يقعدوا هكا معناها جوستومون سؤال الى متى باش تقعد الوضعيه هذه. على كل حال ما نحبوش نعلقوا، الحقيقه خبر حابين نسوقوه، ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله ربي يبقي يستر علينا. فريمون حاجات ما عادش نحبوا نروح. نتعادى للمقال اللي من بعده. تونيسكوب بارتاجيت ارتيكل من سيت tunisie.co. عجبني الارتيكل هذاك، علاش قلت خليني نحكي عليه شويه اليوم الصباح. المقال يحكي على الحوت على ود البحر بانواعه، الاسامي نتاع انواع ود البحر بالفرنسي والمرادف نتاعهم بالعربي. برشا منا ما يعرفوش توت ان ساشون كو راهو من بلاد لبلاد يتبدل. اكيد معناها الاسامي باغ اكزومبل في صفاقس مش كيما سوسه. صحيح هاكا انا اخترت لكم الاسامي براتيكمون المتعارف عليها. حبيبي نلعبوا شويه مع بعضنا اليوم الصباح، انا باش نعطيكم النوع بالفرنسي وانتم حاولوا طلعوا شنو هو بالعربي. أنا هالمثال شنتي انتي الوحيدة تنجم تنقلها. جا نعرف ما كعليش. ريبيا. اللو شنو اللو؟ اللو هو الذيب. اللو هو القاروس. القاروس. سيغ. نعم. سيغ. سيغ جي. سنة. سير. سيغ. كتر سيغي. بحسيرة. السر. سهلة. سر. باهي الدورات. الدورات. باهي الماكرو. ماكرو نعم طبعا يقولوا ماكرو، فما برشا يقولوا ماكرو. المعروف اكثر شنو؟ باهي حوت ازرق ولا والله ما نفهمش هكاك. اوكي نعرف كنك اي معاونه شويه بوكا. صحيت يا نار. صحيت يا نار والله عندها البوكا. الروجي مرجين. لا 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 تريديا. صحيت يا نار والله عندك نظر تبارك الله نار، ركز مليح لهنا. مولي ا غروس ليفغ. هذيك الكبيره اللي البوري البوري. باجيو لي عاد قاعد صعب راك هكا والله هكا سميه مش نعمل ها باجيو ولد عمي مرجين. المرجين رقبه البكوشه. الميرلون. ميرلون اي ما نعرفه الميرلون عنده اسم بالدرجه. لا عنده اسم بالدرجه. المرلون شو اسمه؟ نزلي يا اخي. الباتاكلي تيز عدوائل والله هك اسمه ها شو باتاكلي. السبارس. قدرها عليه بالفرنسي. الباقر. الجغالي. شغالي الجغالي هو شغالي هو ونحيد غالي غالي. ده الميرو. مناني. المناني صحيح. الاسبادون. الاسبادون نعرفوا الناس كل ايش يعني اسمه بالعربي هذيك نعرفوا الاسبادون. اقرب ليه حق متفضحنا ايش اقرب ليه سفن فن سفن اي سفن سفن فن دن دونتي. شكون دونتي؟ دونتي اي من عدس دنكي. دنكي انا مش عندك دنكي دنديق. دنديق دنديق نكمل مع ذي خاطر برشا انواع. المربري. المنكوس.
ما نعرفوش هذا. كل العالم ما مرزوق كان جي هكا هاجه هكا ما نعرفوش هذا. يعمل منكوش انقش العالم ما. فوالا هذوما بعض الاسماء نتاع انواع ود البحر. الغالي البنين نودكم ولا نشاهيكم من الصباح هكا. السردينه شنو اسمها؟ سردينه اسمها سردينه. عاش قمري فن 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 فن. تحيه لكل اللي يخدموا حوادث اليوم الصباح. بالمناسبه حابين نحكيوا شويه على الموضوع هذا ان شاء الله. شهيه طيبه للجميع اللي مبرمجين اليوم كسكسي هكا بالمناني. نودكم ولا نشاهيكم واحنا نرجع ناكلوا الفطاير نتاعنا. اسمهم مزيان على كنوز اف ام. ريفو دو بريس اكسبريس. كنوز اف ام كنوز اف ام. نسيك الدنيا وما فيها.